لم تكفل بعد قائمة المدعوين إلى جنيف 2، وإن ساهمت موافقة ائتلاف معارضة الخارج على المشاركة في تظهير الجزء الأكبر من صورة المشاركين المفترضين، وتبقى عقدة مشاركة الأطراف الأخرى في المعارضة وإيران. ولعل الاتصال اليوم بين وزيري خارجية أمريكا وروسيا الراعيتين الأساسيتين للمؤتمر قد تطرق إلى ذلك، خصوصا وأن موسكو تصر على مشاركة طهران وعدم حصر تمثيل المعارضات بالائتلاف. وفي مطلق الأحوال فإن طرفي الأزمة السورية يذهبان بجدولي أعمال مختلفين وبأولويات مختلفة، وكذا جدول أعمال الداعمين. هل سيكون المؤتمر نقطة انطلاق بين أهل الأزمة أو بين الكبار أصحاب التوازنات الدولية الجديدة؟ وكيف سيتألف وفد المعارضات؟ وهل ستكون المفاوضات بين المعارضات ووفد الحكومة مجرد أصداء لحوار الكبار على سوريا ودورها ومستقبلها؟ وماذا عن المطالب الداخلية للطرفين؟ ومن سيمثل المجموعات العسكرية؟ خصوصا أن مصادر الجبهة الإسلامية ترفض المشاركة في المؤتمر. هل سيكون الواقع الميداني هو اللاعب الحاسم في تحديد سقف المطالب لكل طرف؟ واللافت أنه قبل أيام قليلة على جنيف 2 ارتفع منسوب المواجهات بين داعش وحلفائها السابقين على مختلف المحاور فيما كثف الجيش من عملياته في غير منطقة. التطورات السياسية والميدانية السورية ستكون محور المسائي الأول، ونتابع في المحور الثاني التبعات السياسية التي تركها نجاح الاستفتاء في الدستور المصري. نذهب إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. مساء الخير رامي. مساء الخير مشاهدينا الكرام. أكد أحد القادة الميدانيين في صيدنايا في اتصال مع الميادين أن عشرات المسلحين من جبهة النصرة ولواء التوحيد سقطوا خلال قيامهم بهجوم على المدينة، وقد استهدف المسلحون بنحو أساسي ديري الشيروبيم ومرتوم الأثريين عند ساعات الفجر الأولى، وقرعت أجراس الكنائس في المدينة معلنة عن محاولة الهجوم الذي تصدى له الجيش السوري ومقاتلو الدفاع الوطني. وللوقوف أكثر عند هذا الخبر ينضم إلينا من صيدنايا أبو الياس وهو من سكان المدينة. أهلا بك أبو الياس، أخبرنا عن الوضع حاليا في صيدنايا. هل هدأ الوضع أو ما زالت الاشتباكات مستمرة على أطراف المدينة؟ أهلا بكم. في صيدنايا الهدوء حذر من قبل المسلحين تجاه صيدنايا وأهالي صيدنايا ولجان شعبية الدفاع الوطني والحزب السوري القومي الاجتماعي وكتائب البعث وكل أهالي صيدنايا، بالإضافة طبعا بقيادة قوات المسلحة الجيش العربي السوري، جاهزية كاملة على أطراف البلدة. نعم. وداخل البلدة بسبب الهجوم الذي حصل اتجاه صيدنايا ودير الشيروبيم. أبو الياس، أنت تحدثنا حاليا من قلب صيدنايا، أخبرنا عن الوضع الإنساني بالمنطقة. هل هناك جرحى أو قتلى في صفوف المدنيين جراء قذائف هاون سقطت أيضا على قلب المدينة؟ سقطت قذائف هاون، الحمد لله لم تسبب أضرار جسدية، سببت أضرار مادية جسيمة. في يوجد حذر عام من كل المواطنين داخل بيوتهم بحذر على الزناد، والقوات صيدنايا جميعها متوزعة حوالين صيدنايا. نعم، قذائف الهون التي سقطت في صيدنايا ماذا استهدفت بالتحديد؟ استهداف عشوائي، استهداف المدنيين. نعم، وهل لديكم يعني عدد محدد للقتلى في صفوف المسلحين الذين سقطوا خلال الاشتباكات؟ العدد تقريبي في 150 قتيل. نعم، إذا معظمهم من جنسيات سعودية وشيشان وأجنبية. شكرا لك جزيلا أبو الياس، كنت معنا مباشرة من صيدنايا. أفاد مراسل الميادين في جنوب لبنان عن قيام عناصر من الجيش الإسرائيلي بتجاوز السياج التقني للحدود اللبنانية في منطقة العديسة، وترافق ذلك مع استخدام تعزيزات للجيش الإسرائيلي بينها آلات تشويش ومراقبة، فيما نفذ الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل إجراءات احترازية في النقطة نفسها التي وجد فيها جهازات تنصت إسرائيليين.
أعلن رئيس الوزراء الجزائري الأسبق علي بنفليس رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في نيسان أبريل. بنفليس أعلن في مؤتمر صحفي أنه يسعى إلى تحقيق مشروع وبرنامج وطني وحيوي من أجل الجزائر، وأضاف أنه لا يحق لأي كان الادعاء باحتكار الوطنية أو تنصيب نفسه منقذا وحيدا للمصلحة الوطنية بحسب تعبيره. اتهمت السلطات الأفغانية أجهزة استخبارات أجنبية بالوقوف وراء الهجوم على المطعم اللبناني في كابول والذي قتل فيه عدد من الأجانب. مجلس الأمن القومي الأفغاني الذي يترأسه الرئيس حامد كارزاي أشار إلى أن مثل هذه الهجمات المعقدة لا يمكن أن تكون فقط صنيعة طالبان، واليوم تظاهر المئات أمام مكان التفجير تنديدا بالإرهاب. قبل 3 أيام من موعد جنيف 2 كانت التحضيرات الأخيرة له محور اتصال هاتفي بين وزيري خارجية الولايات المتحدة جون كيري وروسيا سيرجي لافروف. وقالت الخارجية الروسية إن الاتصال جاء بطلب من الجانب الأمريكي، وأن البحث تناول أيضا سبل إيجاد حل سلمي للأزمة السورية والتزام الأطراف المشاركة بتنفيذ مقررات مؤتمر جنيف 1. حلت عقدة مشاركة الائتلاف السوري المعارض والعالم رحب. هذا يشير إلى أن الضغوط الدولية ساهمت في إقناع الطرفين بالذهاب إلى سويسرا. فهل تستمر الضغوط لإنجاح المؤتمر أم أن الأفخاخ لا تزال كثيرة؟ سامي كليب. كالمعتاد قبل كل تفاوض يرفع كل طرف شروطه إلى أقصاها. هذا يحصل قبل مؤتمر جنيف 2. المعارضة تذهب رافعة لواء إسقاط الأسد بالسياسة بعدما تعذر ذلك بالقتال، والسلطة تريد تحويل المؤتمر إلى آلية لمحاربة الإرهاب وإبعاد أي نقاش حول مستقبل الرئيس. وكما الأطراف المباشرون للصراع كذلك بالنسبة لداعميهم، أمريكا تحذر على لسان جون كيري الرئيس الأسد من الخداع، وروسيا تدعو بلسان سيرجي لافروف العالم لإعادة النظر بدور الائتلاف المعارض وتريد عدم حصر تمثيل المعارضة به. ويتم تسريب تصريحات للأسد تؤكد أنه سيترشح، لكن الجميع يدعم ويشجع ذهاب السلطة والمعارضة إلى جنيف 2. ولأن كل طرف يرفع السقف إلى أقصاه، فإن السلطة السورية وداعميها يريدون حصر النقاش بالقضايا الملحة، أي بوقف القتال حيث يمكن ذلك، وإيصال المساعدات الإنسانية وتبادل المعتقلين ومحاربة الإرهاب. ووفق معلومات للميادين، فإن دمشق ترفض أي نقاش حول الأسد، وستدفع باتجاه أن يكون الرئيس هو المشرف غير المباشر على المفاوضات، بحيث أن الوفد لا يوافق على شيء دون موافقته، وربما لذلك لا يوجد مسؤول عسكري رفيع مع الوفد. كما تريد دمشق الدفع أيضا باتجاه عقد المفاوضات المقبلة على الأراضي السورية. ويبدو من خلال طرح وليد المعلم وزير الخارجية وقفا لإطلاق النار في حلب أن السلطة تريد إحراج المعارضة والمسلحين، بحيث يبدو الائتلاف غير قادر على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ذلك أن الكثير من القوى على الأرض لا تلتزم بتعليماته. أما المعارضة فهي تأمل بإيصال المساعدات الإنسانية وتخفيف الضغط العسكري المتفاقم منذ فترة ضدها، وستضغط باتجاه تنفيذ اتفاق جنيف 1، أي الذي يدعو إلى نقل صلاحيات الرئيس إلى سلطة انتقالية مقبلة. هل يتمسك الطرفان بموقفيهما فيفجران المؤتمر، أم أن هذا هو السقف الأعلى للمطالب فيقدم كل منهما تنازلات بضغوط دولية؟ لا حاجة للتنبؤات، فالمؤتمر صار على الأبواب، والميادين ستنقل مباشرة من جنيف شيئا من هذا الجواب. ومع كل استحقاق تتعمق الخلافات بين قوى الائتلاف السوري المعارض، ولعل آخرها قرار المشاركة في جنيف 2 وقبلها انتخاب أحمد الجربة رئيسا للائتلاف. أبرز القوى المنسحبة من الائتلاف والقوى المؤيدة للمشاركة، نتابعها في هذا الاستعراض لعمر كائد. زاد جنيف 2 من حدة الخلافات بين كتل المعارضة السورية داخل الائتلاف. أكثر من 40 عضوا انسحبوا من الائتلاف احتجاجا على قراره المشاركة في المؤتمر. فقط 75 شخصا من أصل 120 عضوا كانوا حاضرين للتصويت على القرار بالمشاركة في المؤتمر الدولي. وما يلفت الانتباه هو أن القوى التي انسحبت بمعظمها تمثل الحراك المسلح على الأرض والمجالس المحلية، فقد انسحبت هيئة الأركان المكونة من 15 عضوا، كما خرج من الائتلاف أيضا الحراك الثوري الذي يضم 14 عضوا.
فيما اعترضت على المشاركة وأعلنت انسحابها كتلة المجالس المحلية المكونة من 14 عضوا. إضافة إلى هذه الكتل انسحبت كتل أخرى صغيرة كالمنتدى السوري للأعمال والحركة التركمانية إلى جانب عدد من الشخصيات المستقلة. الفصائل المعارضة الأكثر نفوذا وقوة على الأرض ترفض الاعتراف بالائتلاف أصلا ممثلا سياسيا لها، فيما جرت مساء مكثفة لإقناع المجلس الوطني بالسير في خطى الداعمين للمشاركين في المؤتمر. أما جماعة الإخوان المسلمين في سوريا فقد أعلنت مشاركتها في المؤتمر، فبالرغم من انقسامها بشأن انتخابات رئيس الائتلاف بين مؤيد للجربة وآخرين لرياض حجاب، إلا أن القرار الأخير كان المشاركة في المؤتمر الدولي. كثير من المتابعين يخشون أن تزداد الانقسامات والانسحابات إذا ما خرجت المعارضة خالية الوفاض من جنيف اثنين، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تهديد كيان الائتلاف برمته. أكد الرئيس السوري بشار الأسد وجوب الوقوف بصرامة في وجه الحركات التكفيرية والإرهابية. الأسد وخلال استقباله وفدا نيابيا روسيا دعا إلى قيام تحالف دولي لضرب الإرهاب وإلى تحالف إسلامي لضرب الوهابية، لأن المشكلة في العلاقة بين الأديان هي الوهابية التكفيرية بحسب تأكيده. ومن العاصمة السورية دمشق ينضم إلينا عضو مجلس الشعب السوري السيد وليد الزعبي. كذلك ينضم إلينا من العاصمة الروسية موسكو الكاتب والباحث السياسي كفيني سيدروف، وكذلك ينضم إلينا من اسطنبول عبر الهاتف ممثل الحركة التركمانية في الائتلاف السوري المعارض السيد زياد حسن. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك سيد كفيني سيدروف، الموقف الروسي تجاه موافقة الائتلاف السوري المعارض للمشاركة في جنيف 2 غير معلن حتى الآن، لا يوجد موقف روسي، لماذا؟ وكيف تنظر روسيا لهذه الموافقة بعد الترحيب؟ طبعا كيف تنظر لهذه الموافقة بالنظر للظروف التي جاءت من خلال هذه الموافقة؟ لا طبعا روسيا رحبت بقرار الائتلاف المشاركة في مؤتمر جنيف 2، صرح بذلك نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، قال ان هذه الخطوة مهمة جدا. طريقة الموافقة، نعم طريقة الموافقة طبعا هي طريقة عادية لا عجب يعني فيها، في أن هناك انقسامات وربما هذه الانقسامات ستزداد كما قيل في التقرير الآن في حالة فشل المؤتمر أو في حالة عدم توصله إلى قرارات تؤثر جوهريا على مستقبل التطورات المحيطة بسوريا. ولكن طبعا التشاؤم ربما يسود العديد من عواصم العالم الآن بشأن نتائج هذا المؤتمر. الكل الآن يؤكد أهمية أن يبدأ هذا المؤتمر، ومن ثم ربما ستتطور الأحداث باتجاه ما هو إيجابي أو باتجاه ما يقرب مثلا التسوية السلمية. لكن مع ذلك التشاؤم ما زال يسود كما قلت الأوساط السياسية والمحللين، وهم على قناعة بأن المؤتمر ربما سوف ينتهي قبل أن يرى الطريق إلى أو يمهد للنظرة إلى ربما أو موقف إلى حل سياسي. الموقف الروسي تجاه شكل المعارضة، هل سيكتفي بهذا التمثيل أو هذه الموافقة للائتلاف السوري المعارض، أم أنه يجب أن يكون هناك معارضات أخرى حتى التمثيل بالنسبة للائتلاف كافي بهذا الشكل؟ لا طبعا هناك روسيا ترغب في أن تمثل المعارضة ليس فقط قوى الائتلاف وفصائل الائتلاف، وإنما معارضة الداخل. وبالتأكيد سوف رغم رفض أو اعتذار هيئة التنسيق المشاركة في المؤتمر، ولكن من الواضح أن فصائل أخرى من معارضة الداخل ستحضر هذا المؤتمر، وهذا طبعا لصالح روسيا التي رغم تصريحاتها بأنها تقيم اتصالات مع جميع أطراف المعارضة، إنما هي تركز على علاقاتها وعلى تشابه مواقفها مع معارضة الداخل. بالانتقال إلى السيد وليد الزعبي، الموقف السوري اليوم من خلال كلام الرئيس السوري بشار الأسد يوحي وكأنه الاتجاه إلى جنيف 2 بالنسبة للحكومة السورية يسير بمسار محدد غير ما يتم الحديث عنه انطلاقا من جنيف 1 بمشاركة الائتلاف. أي نظرة الآن للحكومة السورية بعد هذه الموافقة؟
بداية مساء الخير ست رانيا. نحن في سوريا منذ بداية هذه الحرب العالمية على البلاد والخراب الذي حل، كنا مع أي مبادرة تفضي إلى حل سياسي سلمي سوري سوري بدون الذهاب ودون إملاءات خارجية. أما الآن وقد لاحت بشائر جنيف 2 وقد أعلن ما يسمى الائتلاف حضوره في هذا الأمر، فنحن لا علاقة لنا بمن يحضر، جنيف بمن يحضر، إن حضرت المعارضات جميعها فأهلا وسهلا مرحبا بهم، ولكن نحن لا نحاور معارضات معلبة ومستوردة من الخارج على الإطلاق، نحن ذاهبون لنحاور السياد هؤلاء. بالنسبة لما يسمى الائتلاف هم بصريح العبارة يعني كل مقاتلة أمريكا لحضور الائتلاف الذي الآن تفكفك وتشرذم مقابل أن يحصلوا على صور فوتوغرافية فقط، هم عبارة عن بيادق وليس لهم أي حل أو ربط في موضوع الحل، هم يعني منغمسون حتى النخاع في الدم السوري. إذن جنيف يعول عليه بوابة لحل سياسي وحوار بين الكبار، ويعني طاولة المفاوضات التي ربما سنشاهدها بين أطراف الأزمة السورية ليس هو الأولوية ولا العنوان الأساسي لمؤتمر جنيف 2. العنوان الأساسي سيدتي سيكون أن نستحصل على قرار مكافحة الإرهاب عالميا، ومن ثم نستحصل على قرار إدانة الإرهاب في سوريا ووقف دعم المجاميع الإرهابية بكل أشكال الدعم المالي واللوجستي والعسكري وإغلاق الحدود مع دول الجوار، ومن ثم نذهب إلى حوار سوري سوري في العاصمة عاصمة الأمويين في دمشق، وتجتمع عليه كل الطيف المعارض السلمي السياسي السلمي الذين لديهم برامج بناء وليس مع الذين يقيمون في الفنادق. مهمة وهو افتراق ربما الأولويات أو الأجندات بالنسبة لطرفي الأزمة إن اختصرنا يعني المعارضات ومقابل الحكومة السورية بين الإرهاب وربما بين المطالب الداخلية للأطراف الأخرى في الأزمة السورية. وسأعود إلى هذه النقطة لكن حتى نشرك معنا السيد زياد حسن وهو ممثل حركة تركمانية في الائتلاف السوري المعارض معنا عبر الهاتف من اسطنبول. مجددا مرحبا بك سيد زياد. الحركة التركمانية هي من بين من انسحب من الائتلاف السوري المعارض رفضا لطريقة ربما الموافقة أو حتى الموافقة على المشاركة في مؤتمر جنيف 2. في البيان تسمون أن هناك الطرف أو الجانب المهيمن في الائتلاف وصل إلى هذه النتيجة، من هو هذا الطرف ولماذا؟ في الحقيقة أنا قبل أن أجيب على سؤالك أريد أن أوجه الكلمات التي تفوه بها ما يسمى بعضو مجلس الشعب من دمشق إليه، وهو أعتقد أنه ينطق بهذه الكلمات وهو يشاهد المرآة ويرى سيده بشار الأسد المجرم. هذا أولا. ثانيا نحن كائتلاف وطني سوري ونحن منذ بداية تشكيل هذا الائتلاف بأننا مع الحل السياسي، والثورة السورية بمجملها كانت منذ اليوم الأول مع الحل السياسي ومع الحل السلمي، لولا أن هذا النظام المجرم في دمشق أوغل في دماء السوريين وأذى إلا أن يتجبر في الأرض. الحل السياسي الذي طرحناه وضعنا نحن عدة محددات لكي نستطيع أن نذهب إلى مؤتمر كمؤتمر جنيف، والذي يحاول البعض النظام ومن ورائه روسيا وإيران أن يجره إلى عنوان محاربة الإرهاب الذي لا يمارسه إلا النظام في سوريا. نحن وضعنا عدة محددات وفي رأس هذه المحددات إطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات السياسيات في سوريا، وكذلك قلنا بفتح الحصار وبفك الحصار وفتح الممرات الإنسانية في جميع المناطق السورية. كما كذلك تحدثنا عن إيقاف القصف الممنهج والعشوائي الممارس من قبل النظام المجرم على جميع المناطق والمدن والبلدات السورية. هذه المحددات كان لو تم تنفيذها كانت ستؤدي إلى جو عام ملائم من أجل عقد مؤتمر كهذا
المؤتمر من أجل نقل السلطة وإسقاط النظام المجرم. في الحقيقة لم يتم الالتزام بأي من هذه المحددات، لا زال النظام المجرم يمارس الحصار على جميع المناطق السورية. طيب هذا بالنسبة سيد زياد، تتحدث عن طرف الحكومة السورية، حدثني عن المعارضة التي أنت منها من الائتلاف السوري، أنتم انسحبتم من الائتلاف بناء على التحرك إلى جنيف 2. نسأل أنه لماذا تغيرت كل التحركات بالنسبة للائتلاف والموافقة على الذهاب لمؤتمر جنيف؟ هل يمكن أن نتحدث عن مشاركة قوية للائتلاف في وسط هذه الانقسامات وأنتم من ضمن 44 منسحبة من الائتلاف؟ نعم، حقيقة سيدتي نحن دائما كنا مع الحل السياسي، ولكن الدول، بعض الدول العظمى في هذا العالم والتي تخدم مصالح إسرائيل في المنطقة، والتي لم ترغب بإنجاح الثورات التي ترغب بالديمقراطية والحرية لشعوب المنطقة، جميع هذه الدول وهذه التيارات في العالم حاولت أن تجهض الثورة السورية والسورية وتقضي عليها. في الحقيقة الطرف الآخر الذي تحدثنا عنه هو الطرف الذي زرعته هذه القوى الدولية، بعض القوى الدولية في جسم الائتلاف الوطني السوري، من أجل جر هذا الائتلاف إلى مؤتمر جنيف في هذه الشروط الغير مناسبة من أجل عقد هكذا مؤتمر. هذه الأطراف، الكتلة الديمقراطية وغيرها من الكتل التي دخلت إلى الائتلاف التوسعة، هي التي تجر الائتلاف إلى ما يسمى بمؤتمر جنيف، ونحن نعتقد بأنه مؤتمر فاشل بكل المقاييس، ولا يمكن له أن يرى النجاح في ظل هكذا أجواء وفي هكذا وضع. طيب، هي نظرة التشاؤم ربما تحدث عنها قبل قليل السيد كفيني سيدروف حول مؤتمر جنيف، مؤتمر جنيف 2. سيد سيدروف، مشاركة طهران، هل يمكن الحديث ربما عن معلومات لمشاركة طهران في مؤتمر جنيف 2 بالنسبة لموسكو؟ هل انكفأ السعي هنا أم أنه طهران ممكن أن تشارك في جنيف 2، وأيضا الأطراف المعارضة الأخرى ولعل أبرزها المعارضة الداخلية في سوريا؟ موقف موسكو من هاتين النقطتين بأي إطار يتحرك الآن؟ بالنسبة لإيران، أولا ما زال الغموض يكتنف في مسألة مشاركة إيران في هذا المؤتمر. هناك ما يقول أن إيران ترفض أو سترفض في الأيام أو الساعات القريبة القادمة المشاركة في المؤتمر بحجة أنها لا تريد أن تنصاع لما تمليه عليه الولايات المتحدة، التي تطالب إيران بالاعتراف بنتائج مؤتمر جنيف الأول القاضي بتشكيل حكومة انتقالية وإلى آخره. فيما تقول مصادر أخرى لم تكشف عن هويتها، أن إيران ربما ستتلقى غدا الاثنين دعوة لحضور هذا المؤتمر، ولكن المسألة كما يبدو معلقة، وربما يتوقف حلها على الوفاق الذي تم أو قد يتم بين روسيا والولايات المتحدة. ربما الحديث عن ذلك دار أثناء مكالمة هاتفية جرت مؤخرا بين كيري ولافروف. بالنسبة للنقطة الثانية وهي معارضة الداخل وموقف موسكو منها، فكما قلت روسيا طبعا ترحب بمشاركة معارضة الداخل في مؤتمر جنيف 2 لكونها قد قامت مع المعارضة الداخلية اتصالات ربما مكثفة أكثر من المعارضة في الخارج، وروسيا كما يبدو تريد أن يكون هناك نوع من التوازن بين الأطراف التي ستحضر مؤتمر جنيف 2 لكي تستعرض للعالم أنها منفتحة، أن روسيا منفتحة وليس لديها أي تحفظات على مشاركة أي طرف من الأطراف في مؤتمر جنيف 2 حتى تكون لقرارات قد يتخذها هذا المؤتمر شرعية برأي موسكو. نعم، بالعودة إلى سيد وليد الزعبي، كنت تتحدث قبل قليل عن أنه وفي مرحلة بعد مؤتمر جنيف 2
ستكون المفاوضات على الأراضي السورية، وحقيقة وفق معلومات أيضا للميادين يتم الحديث عن ذلك، أنه المفاوضات أو ربما شكل لقاءات ستكون على الأرض السورية. يعني باب الثقة الذي يتم الحديث من خلاله على أي أساس مبني، خصوصا بهذه النظرة ربما الضبابية أو عدم المتقاطعة بالنسبة لشكل أو هدف مؤتمر جنيف 2؟ سيدتي، بداية دعيني أوضح شغلة صغيرة. تفضل. عندما يصف ضيفك من تركيا القابع في أحضان ذلك السلجوقي بأن بشار الأسد، حتى الآن أحول الموضوع لا أريد أن أحول الموضوع. عندما يذكر بشار الأسد عليه أن يضع إيده على رأسه. طيب، المجرم هو من يضع نفسه بحضن إسرائيل وتركيا، من ينتظر أن يأتي إلى سوريا على ظهر دبابة، هؤلاء هم المجرمين. إجابة على السؤال. بشار الأسد رئيس دولة منتخب شرعي. بالنسبة لمؤتمر جنيف، هو بوابة لحل سياسي للمنطقة بشكل كامل، لا يعول عليه بأن ينهي الإرهاب في سوريا. إنهاء الإرهاب في سوريا والقضاء عليه الآن يتم عبر القوات المسلحة، الجيش العربي السوري. إذن جنيف هو فقط بصراحة يعني خارطة جنيف مرسومة وانتهى الموضوع، يعني ما في نقاش لجنيف، انوضع والحل انتهى. الآن عليهم في جنيف أن يوافقوا على إغلاق حدود دول الجوار ووقف الدعم، ومن ثم ننتقل إلى مبادرة السيد الرئيس وطاولة حوار، وبناء على هذه المبادرة نتوصل إلى حل سياسي جذري، ويكون هنالك تقاسم للسلطة، وأن تأتي المعارضة ويأتوا أهلا وسهلا. أما أن يقولوا حكومة انتقالية لا يكون الرئيس الأسد موجودا فيها، فهذا حلم إبليس بالجنة، لا يحلم بهذا الحلم على الإطلاق. طيب، بالانتقال إلى ضيفنا في إسطنبول بشكل فقط لنعرف التمثيل ربما الذي سيكون للمعارضة في مؤتمر جنيف 2، إذا كان كتل عديدة من الائتلاف انسحبت ومن ضمنها أنتم الحركة التركمانية، وإذا كانت ربما الجبهات المقاتلة على الأرض وعلى رأسها الجبهة الإسلامية لا تعطي موافقة للحضور في مؤتمر جنيف، المعارضة الداخلية غائبة، أي شكل وأي قوة للتمثيل للائتلاف في مؤتمر جنيف سنشاهد؟ سيدتي، حقيقة المعارضة السورية وبشكل عام بمختلف أطيافها وخاصة تلك التي تمثل القوى الفاعلة على الأرض من مجالس وحراك ثوري وأعضاء في هيئة الأركان وغيره من الأطراف الفاعلة على الأرض، لم توافق على حضور مؤتمر جنيف في ظل هكذا ظروف. هذه البيئة الغير ملائمة لا يمكن أن تفضي إلى حل سياسي، ولا يمكن أن نصل من خلال هكذا مؤتمر إلى شيء يسمى بانتقال السلطة في سوريا، لأن بشار وزبانيته يحاولون أن يحولوا الموضوع إلى موضوع محاربة الإرهاب الذي يمارسونه هم بشكل جيد جدا في سوريا. حقيقة ما جرى البارحة في 18/1/2014 في اجتماع الهيئة العامة الائتلاف الوطني السوري هو يشبه تماما عملية القرصنة القانونية التي جرت فيما يسمى المجلس الشعب السوري عندما قاموا بتغيير الدستور السوري من أجل جعله على مقاس بشار الأسد. ما جرى البارحة هو عبارة عن تجني على النظام الأساسي للائتلاف الوطني السوري الذي يؤكد بشكل، ولكن سيد زياد هي ليست المرة الأولى التي يشوب عمل المعارضة ما نشاهده الآن، إن كان في المجلس الوطني والتحول للائتلاف السوري، وأيضا بالائتلاف كان هناك خضات الجهبهات المتقاتلة على الأرض الآن تقاتل بعضها. تقول مارغريت تاتشر أنه أعطونا معارضة قوية نعطيكم حكومة قوية، المعارضة تبدو بشكلها هشة وضعيفة وليس المناخات، وأكثر من مثال ذكرت لك. سيدتي، الثورة السورية المباركة ثورة لم تبدأ بقيادة موحدة، وإنما كانت ثورة شعبية انطلقت من مناطق عديدة، وهذا الابتعاد في المناطق الجغرافية والابتعاد بين الناس الذين قاموا بهذه الثورة والحركة الحقيقة العفوية التي خرج بها الناس أدت إلى نوع من التفرقة بين
الثوار السوريين. وكذلك في المجال السياسي هناك دول عديدة تريد للثورة السورية أن تفشل لأنهم لا يريدون حلا ديمقراطيا. أشكرك جزيل الشكر سيد زياد حسن. لا يريدون للبلاد العربية أن تعيش حياة حرة كريمة. أشكرك سيد زياد حسن ممثل الحركة التركمانية في الائتلاف السوري المعارض، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. بالعودة إلى يفجيني سيدروف في اسطنبول، هذه المفاوضات في مؤتمر جنيف هي مفاوضات الكبار على سوريا أم أنه هي مفاوضات فعلا بين أطراف النزاع الداخلية سوري سوري؟ لا، من المعروف أن أجندة تمهيدية لمؤتمر، ولا أتحدث عن تفاصيل طبعا، تقضي بأن اليوم الأول من مؤتمر مونترو أو مؤتمر جنيف 2 سوف تحضره العديد من الدول المشاركة فيه، وسيكون هو بالفعل مؤتمرا دوليا بما في هذه الكلمة من معنى. أما اليوم التالي فطبعا هو مؤتمر سوري سوري، وروسيا تنظر إلى هذا المؤتمر على أنه سوري سوري في حقيقة الأمر، لأن على السوريين أنفسهم برأي موسكو وواشنطن وغيرهما من الدول أن يتفقوا فيما بينهم على الخطوات التي لابد من اتخاذها تمهيدا للحل، حل شامل للأزمة السورية. ولكن طبعا كما قلت هناك تشاؤم يسود بعض الأوساط السياسية والمحللين، وهم يخشون من أن هذا المؤتمر ربما سينتهي، أقصد المؤتمر السوري سوري، قبل أن ينتقل إلى بحث خطوات ملموسة ودقيقة تؤدي إلى حل شامل، وذلك بسبب الخلافات الحادة التي لابد وأن تنشب بين المعارضة من جهة، سواء المعارضة في الداخل أو الخارج، وبين الحكومة السورية من جهة أخرى. أشكرك سيد يفجيني سيدروف الكاتب والباحث السياسي الروسي، كنت معنا مباشرة من موسكو. كذلك نشكر السيد وليد الزعبي عضو مجلس الشعب السوري، كان معنا مباشرة من دمشق. ونعتذر منك سيد وليد الزعبي لأنه انتهى الوقت تماما المخصص لهذا الملف. مخيم اليرموك تواصلت لليوم الثاني على التوالي عمليات إدخال المساعدات الغذائية للمخيم، فيما بدأت بالتوازي عمليات إخراج عشرات المرضى عبر الهلال الأحمر الفلسطيني. محمد الخضر. هنا مدخل مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، عمليات إخلاء المرضى وكبار السن قد بدأت اليوم في خطوة قد تخفف المعاناة عن القاطنين داخل المخيم وقد تمهد لحل أزمة اليرموك سياسيا. اليوم الآن بدأنا بإخراج الحالات الإنسانية المرضية التي كانت تعاني من نقص الأدوية والأغذية، فالآن بدأت تخرج الحالات بفضل الله سبحانه وتعالى من أجل إتمام معالجتهم ضمن المشافي، وهذا يعني نتقدم بجزيل الشكر للجهات المعنية متمثلة بالحكومة السورية وكل الأطراف الذين قاموا بمساعدتنا من أجل إخراج هذه الحالات. العملية أسهمت فيها منظمتا الهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر السوري ووكبتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا التي أبدت رضاها عن سير العملية. يعني إحنا أهم شيء عندنا هو مساعدة اللاجئين الفلسطينيين في داخل المخيم لأنهم كانوا يعانوا معاناة شديدة، ونحن الآن مسرورون جدا لأن نجحت العملية بالأمس، وإن شاء الله اليوم كمان العملية بتنجح بإذن الله تعالى ونشوف النتائج. النتائج إن شاء الله اليوم على الأقل نشعر فيها ومن المسها بإذن الله تعالى. آهات ودموع ووجع يروي هؤلاء بعضا من معاناتهم داخل المخيم. الأطفال ميتين، أولاد ابني منفخين خاصين من السوائل، هذا الأندومي ما أندومي، ما عايشين على السوائل بس. أنا صابني احتشاء خلفي، احتشاء، ما في أدوية، إلي شي شهر ونص بهاي الحالة نوم ما بنام. 500 سلة غذائية تدخل مخيم اليرموك اليوم أيضا، خطوة على طريق طويل قد تغيث المدنيين داخل المخيم. محمد الخضر من مدخل مخيم اليرموك جنوب دمشق، الميادين. يتساءل المصريون بعد نجاح الاستفتاء في الدستور، هل ستجرى الانتخابات الرئاسية أولا أم النيابية؟ ومن هو الرئيس الذي سيحكم مصر؟ وهل سيترشح الفريق عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية أم لا؟ الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور لم يحدد موعدا للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية كما كانت التوقعات بشأن كلمته بعد الاستفتاء. منصور ركز على مواصلة خارطة الطريق مهما كانت المخاطر أو التحديات والتهديدات، وقال إن المصريين اختاروا الطريق الصعبة
وصحيحة. إذن مصر إلى مرحلة الانتخابات ولم يبقى غير تحديد الموعدين، فأيهما ستكون الأولى، الرئاسية أم البرلمانية؟ وهل سيترشح الفريق السيسي؟ وكيف ستكون المواقف الأمريكية، خصوصا أن المصريين أعربوا عن استيائهم مما وصفوه بالتدخل الأمريكي في شؤونهم بعد تقليل واشنطن من أهمية خطوة إجراء الاستفتاء في ترسيخ الديمقراطية في البلاد؟ ماذا جاء في كلمة عدلي منصور؟ لقد وضعنا بإقرارنا دستورنا هذا أولى لبنات مصر المستقبل، لنبني وطنا يكرس الحرية والديمقراطية، يتخذ من الحق والعدل منهجا للعمل والحياة، يحفظ لكل إنسان حقه في العيش والحرية والكرامة الإنسانية. لقد أحسنتم الاختيار في أول استحقاق لخارطة طريق مستقبلنا، وإنني لعلى ثقة في أنكم ستحسنون الاختيار على مستوى الاستحقاقين المقبلين. منصور توجه في كلمته بالشكر إلى الشعب المصري والقوى المسلحة على دورهم في إنجاح عملية الاستفتاء، كما دعا الأحزاب السياسية إلى تنظيم خلافاتها. وللأحزاب والقوى السياسية أقول: استغلوا مناخ الديمقراطية، قدموا لقواعدكم الشعبية برامج فعالة وملموسة يكون من شأنها إحداث نقلة نوعية في الثقافة السياسية للمواطن المصري. اجعلوا الاختلاف وسيلة تؤدي إلى التوافق على مصلحة الوطن، واعلموا أن البقاء والنجاح في مصر اليوم لن يكون سوى للأصلح. ومن القاهرة ينضم إلينا عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار الدكتور نيازي مصطفى. دكتور مصطفى أهلا بك. كان الترقب ربما لكلمة عدلي منصور بأنه ستحمل تغييرا في مواعيد الانتخابات، ستتقدم الانتخابات الرئاسية على النيابية، لم تحمل الكلمة ذلك، وإنما ركز منصور على مواصلة العمل بخارطة الطريق. هل يعني هذا التركيز الالتزام بالمواقيت للخطوات في خارطة الطريق، الانتخابات البرلمانية أولا ومن ثم الرئاسية؟ يعني أعتقد أن كلمة الرئيس عدلي منصور اليوم كانت بتركز على يعني نجاح المصريين في إقرار دستورهم بأغلبية كاسحة لمن شاركوا في هذا الاستفتاء، ولم تحدد الخطوة القادمة، وأعتقد أن ده هيكون في خلال أيام قليلة سيعلن الرئيس منصور خطوته القادمة، والتي أعتقد أنها ستكون بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، يعني لأن حصل مشاورات قبل حتى إقرار الدستور في الاستفتاء، مشاورات مع كثير من القوى السياسية، الأحزاب والقوى الشبابية والقوى الثورية وغيرها، والجميع أو النسبة الغالبة حتى في نتائج التصويت اللي كانت بتتم في أعقاب اللقاء كانت بتتجه جماعها إلى أن الانتخابات الرئاسية تكون أولا. دكتور نيازي، خارطة الطريق جاءت بناء على ما يشبه هذه التشاورات ومن كل القوى السياسية والجهات للمجتمع المدني المصري وأيضا شخصيات دينية، وارتأت هذه الخارطة للطريق. ما الذي تغير اليوم وبماذا يفيد أن يتم تغيير بين الانتخاب مواعيد الانتخابات لتكون الانتخابات الرئاسية أولا؟ الحقيقة يعني الانتخابات الرئاسية لما يعني إجراءاتها بسيطة وميسرة هيتم الاختيار من أكثر من مرشح، الناس اللي هتتقدم للترشح للانتخابات الرئاسية وسيجرى الاختيار منهم من الشعب. إنما إلى الآن الانتخابات النيابية لمجلس النواب هناك ما زال بعض الناس ترى أن النظام الفردي هو الأقرب أو هو الأوفق، وكثيرون يرون أن النظام بالقائمة، وآخرون يرون المزج بين الاثنين. طب بأي نسبة؟ فهناك الكثير من المناقشات يجب أن تجرى أولا حتى نختار النظام الأمثل. إذن الطريق الأسهل اللي يعني ينهي المرحلة الانتقالية هو اختيار رئيس، والأمر هيختلف عن اختيار مرسي في المرة الأولى، لأن
لأن الاختيار هنا وفقا لدستور بيحدد صلاحيات هذا الرئيس بشكل واضح وهو لا يستطيع الخروج عنها. ثم بعد ذلك يتم اختيار النظام الانتخابي على مهل مع القوى السياسية المختلفة. من سيحدد النظام الانتخابي؟ ليس من الأجدان يكون هناك ربما برلمان ومن ثم يتم وضع هذا النظام بناء على المجلس، مجلس الشعب المصري بموافقة من كل الشعب المصري الذي يمثله مجلس الشعب. ده ما سيحدث للانتخابات ما بعد القادمة. الانتخابات القادمة اللي هيختار فيها هو الرئيس الحالي عدلي منصور، هو من سيختار النظام الانتخابي لأن الدستور أوكل له هذه المهمة، وإحنا ليس لدينا مجلس تشريعي الآن حتى يقر مثل هذا القانون، فيجب الآن أن رئيس الجمهورية هيحدد هذا التحديد. بقى هيتم بالمشاورة مع الأحزاب ومع القوى السياسية المختلفة حتى نخرج بالنظام الأمثل لإجراء أول انتخابات. ثم بعد ذلك حينما ينعقد مجلس النواب القادم سيختار النظام الانتخابي الذي تجرى عليه أي انتخابات مصرية فيما بعد. طيب ذكرت نقطة التركيز على النسبة العالية لمن قال نعم في الدستور، في الاستفتاء في الدستور المصري 98.1% ممن ذهبوا واستفتوا في الدستور المصري، التركيز على هذه النسبة العالية وتحديدا أيضا بكلام الرئيس المؤقت اليوم عدلي منصور، البعض يحملها رؤية أخرى، ورقة سياسية تستخدم لتغيير ربما كل تفاصيل اللعبة السياسية كما يتم تسميتها من بعض الأطراف في مصر لإعطاء طابع الشرعية لترشيح الرئيس أو الفريق عبد الفتاح السيسي. الحقيقة أن ما فيش ارتباط بين موضوع ترشيح الفريق عبد الفتاح السيسي ومثل هذا الدستور. هذا الدستور كان ممثل كل طائف الشعب المصري في لجنة الخمسين التي وضعت هذا الدستور. هذا الدستور بيحمل الكثير من الحقوق والحريات للمواطنين، بيحمل الكثير من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المصريين، وعشان كده المصريين أقروه وأقروه بنسبة عالية جدا، يعني نسبة لم تحدث في أي استفتاء آخر. إنما موضوع ترشح الفريق السيسي مقلقة يفترض حتى بالنسبة يعني النظام في مصر، لأنه وكأن تغيب الرأي الآخر، رأي المعارض 98%، يعني لا يوجد من يعارض، غاب تماما الرأي الآخر، ألا تشكل عامل قلق؟ والله بصي، في بعض الناس زي يعني الجماعات ما يطلق عليها جماعات الإسلام السياسي كثير منها قطع، فهم وشأنهم، هم اتخذوا قرارهم بالمقاطعة ولم يشاركوا، وجزء من شارك اختار أن يصوت بلا، ونحترم وجهة نظرهم تماما. إنما الكثير من المصريين ينظرون إلى المستقبل، يرون في هذا الدستور مواد كثيرة جدا بتحقق آمالهم وطموحاتهم، بتعبر عنهم تماما، فهم مع النظر إلى المستقبل وليس إلى الماضي، هم مع خارطة المستقبل التي تم وضعها، وجزء منها إقرار مثل هذا الدستور. طيب هذا الدستور يحقق الكثير من أمل المصريين، ربما التجاذبات بما يتعلق بالشرائح التي انتخبت ومن عزف وربما الدعاية الإعلامية كل ذلك، لكن انتقال ربما للنقطة الأخرى بما يتعلق بالموقف الأمريكي التي يعني الذي قلل من هذه الخطوة واعتبرها لا تمثل الديمقراطية، الأهم الخطوة المقبلة بعد الاستفتاء على الدستور، أي رسالة تريد ربما الولايات المتحدة الأمريكية إيصالها من هذا الكلام؟ بصي، الولايات المتحدة الأمريكية في كل الأحوال لن ترضى عما يفعله المصريون. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تكون القاهرة تابعة لواشنطن، تريد أن تكون مصر يعني بشعبها وحكومتها تأخذ الإملاءات من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما لا يرضاه المصريون. المصريون اختاروا طريقهم، المصريون اختاروا ما يريدون، المصريون سيحددوا ما يريدون هم وليس ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية الآن تصف هذا الأمر بأنه يعني ما هوش الخطوة الكبيرة أو ما إلى ذلك، إنما في أعقاب إجراء الانتخابات ووجود حكومة منتخبة ووجود رئيس منتخب، أعتقد أن الأمور ستتغير، لأن ده هيكون الأمر الواقع، وسيكون انتخاب المصريين هو علامة واضحة جدا. وما حدث في الاستفتاء كان متاح أمام
السفراء الأوروبيين اللي تجولوا في كثير من محافظات مصر ودخلوا كثير من المقرات الانتخابية. وأعتقد أن ده هيكون متاح أيضا سواء في الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات البرلمانية، بما يدل على شفافية مثل هذه الانتخابات دون وجود أي تجاوزات، وده اللي احنا عايزينه. أشكرك دكتور نيازي مصطفى، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، كنت معنا مباشرة من القاهرة. سلمت إسرائيل مساء الأحد رفاة الشهيد مجدي خنفر بالقرب من حاجز الطيبة عند مدخل طول كرم بعد احتجازه لأكثر من 12 عاما. مجدي واحد من 481 شهيدا، تحتجز إسرائيل جثامينهم، سلمت منهم 93 قبل عامين وتستعد لتسليم 36 آخرين على مراحل. في ذكرى ميلاده 33 يعود مجدي خنفر إلى بيته في زيارة قصيرة انتظرها ذووه منذ أكثر من 12 عاما ليعيدوه ويودعوه في مرة هي الأخيرة بعدما حرمتهم إسرائيل من وداعه باحتجاز جثمانه إثر استشهاده في عملية فدائية عام 2002. نزل عملية استشهادية هو وشاب من نابلس اسمه فتح جهاد عميري، ولكن بعد دخول هباك الغربية اشتبكوا مع الجيش مما يدى إلى استشهاد الاثنين وقتل جندي وضابط إسرائيليين وخمسة أصيبوا بجراح. ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن جثمان محتجز ضد الجانب الإسرائيلي. بيت مجدي زين بصوره استعدادا لاستقباله بعدما قررت قوات الاحتلال الإفراج عن رفاته إثر مفاوضات حثيثة وكجزء من تحريك العملية السياسية بينها وبين الفلسطينيين. إن شاء الله الله بصبرني على هذا اليوم، إن شاء الله إن شاء الله الله بصبرني. بعدين ابني، مش ابني لحالي، ابن الجميع وابن فلسطين. مجدي واحد من 36 شهيدا وافقت إسرائيل على إعادة رفاتهم لذويهم في مراحل لاحقة بعدما أجرت لهم الفحوص الوراثية لتأكيد هوياتهم، وكانت رفضت تسليمهم بشكل جماعي ما أبقى عائلاتهم في حال انتظار وقلق. هو لمنع تشييعهم بطريقة لائقة، هو لمنع تمجيد دور هؤلاء الشهداء، ولذلك هي تسعى إلى التقليل من شأنهم، تسعى إلى زيادة معاناة عائلاتهم، ولا تريد لجنازات الشهداء أن تتحول إلى حدث وطني كبير. ولا تزال إسرائيل تحتجز جثامين 252 شهيدا في مقابر عرفت بمقابر الأرقام، يضاف إليهم 56 مفقودا لا يعرف إذا ما كانوا أحياء أم شهداء. إسرائيل تحتجز جثامين الشهداء كوسيلة عقاب لذويهم وكورقة ضغط وابتزاز سياسي للسلطة الفلسطينية. نسن سلمي، رام الله، الميادين. علي بن فليس رئيس الحكومة الجزائرية السابق والمنافس القوي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 من أبريل نيسان المقبل، رافعا بذلك من وتيرة المنافسة على الرئاسة. قررت الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2014. علي بن فليس زعيم حزب الأغلبية السابق والغريم التقليدي لبوتفليقة يعلن عن دخول سباق الرئاسة في الجزائر للمرة الثانية. قوة علي بن فليس في هذه العملية هو أولا التفاف شرائح كبيرة من الشباب، التفاف شرائح كثيرة من المجتمع المدني وإطارات مختلفة، إطارات يعني مجموعة كبيرة من الإطارات الجزائرية. أحزاب السلطة سبقت الزمن وأعلنت عن دعمها المطلق لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، هذا الأخير لم يعلن بعد عن نواياه فيما انعدمت حظوظ رئيس الحكومة الحالي عبد الملك سلال بعد تعيينه على رأس اللجنة الوطنية للتحضير للانتخابات. لا نخاف من مترشحي الأحزاب، لذلك نحن ندعو جميع الأحزاب بأن تتقدم للترشح ونخوض حملة انتخابية ديمقراطية يشارك فيها الشعب وتكون عرس لكل الجزائريين. في انتظار أسماء أخرى قد تدخل سباق الرئاسة يحظى المحامي والأمين العام الأسبق لجبهة التحرير الوطني علي بن فليس باهتمام من طرف المراقبين والذين يراهنون على برنامجه الانتخابي وتصوره للمرحلة المقبلة.
من صعب جدا بالتنبؤ بحدوده، لكن لو كانت سباق على برنامج أو كانت هناك انتخابات شفافة وحقيقية ونزيهة له سيكون لديه حدود كبيرة. بين التفاؤل والتشاؤم، لا حديث في الجزائر إلا عن الانتخابات ومرشحيها، خاصة بعد انطلاق حملة جمع التوقيعات. انتخابات قد تزداد إثارة بترقب إعلان بوتفليقة من عدمه لعهدة رابعة. سمع عبد النور، عاصمة الجزائرية، الميادين. والآن إلى فقرة الماضي الحاضر.